مواسير صرف، كابلات كهرباء، محطات معالجة بترمباتها، أي حاجة ممكن تستخدم في صالح هذه الأشغال تبقى تنتج فين؟ في مصر. هنا ما بقاش في ضغط على الدولار، وفرصة للصناعة ديت إن هي تاخد قوة دفع ضخمة، خد اشتغل وهات ونبتدي نعمل ونحرك الاقتصاد. أي حاجة داخل ال 1500 قرية دول مخططين إن احنا ندخل ونخرج منها بتوب تاني خالص. طب أهلنا في الريف يساعدونا في إيه؟ هيتعمل أعمال حفر عشان تمد مواسير للصرف الصحي. استحملوا بقى اللي يعني استحملوا شوية اللي احنا هنعمله عشان نخلص في أسرع وقت ممكن عشان ندخل على المرحلة التانية. أنا متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى، لكن عايز أقول لكم إن احنا هنبدأ من بكرة إن شاء الله برضو حملة التطعيم على باللقاحات. بكرة هنبدأ بالأطقم الطبية إن شاء الله، ثم يعني الناس اللي هي يعني عندها يعني أمراض مزمنة، ثم كبار السن، وهو لهم مجرد ربنا يحفظك. كل سنة ربنا يحفظك جميعا، تحياتي لكم جميعا من خلالكم لمصر، اللهم أمين. شكرين، كل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.